تحصل على كأس الجزائر لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة. زهرة مشتي. قاعة الأبيار كانت قبلة مشجعي رياضة الجودو نهاية هذا الأسبوع للحضور والاستمتاع بكأس الجزائر. اليوم الثاني من المنافسة خصصت لفئات الشبليات. شاركت في هذه التظاهرة الوطنية فريقان من ولاية تيزي وزو وأربعة من العاصمة. يبقى عدد المشاركات ضعيف في مثل هذه المنافسة الوطنية. فريق باب حسن يسترجع مركزه الأول وفاز بكأس الجزائر عند فئة الشبليات أمام فريق نادي الجيدو بتيزي وزو بنتيجة 4-2. المنافسة النهائية الثانية الخاصة بفئة الأواسط، 8 فرق تنافست للاستحواذ على كأس الجزائر، والمفاجأة كانت مع فريق جيجل الذي تفوق بكل جدارة واستحقاق واستولى لأول مرة في تاريخ الجودو على كأس الجزائر. لأول مرة في تاريخ رياضة الجيدو في جيجل يحصل فريق على كأس الجزائر فئة الأواسط، والحمد لله رانا فرحانين بهذا التويج ونتمنى إن شاء الله يكون دافع قوي لرياضة الجيدو في الولاية إن شاء الله. اللقاء الأخير لمنافسات الكأس كانت مع فرق الأكابر، والفرحة كانت عند فريق التجمع الرياضي البترولي الذي استرجع هذه المرة كأس الجزائر التي انتزعت منه السنة الماضية. كان هذا الفوز كان مرغوب فيه كثيرا. كنا خسرنا الكأس السنة الماضية، وعام سنة إن شاء الله الحمد لله استرجعناه عن جدارة واستحقاق. إذن اللقاء النهائي لم يكن سهلا أمام عناصر فريق اتحاد العاصمة، ولكن الخبرة والتجربة مع تحكم في المنازلة في الثواني الأخيرة تلعب دورها في نهاية المطاف. هذا ما سمح لعناصر فريق تجمع البترولي الفوز ونيل كأس الجزائر لموسم 2012 بنتيجة 3-2.